والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ربنا قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا شفت لو جيت لأرض بعدين يوم القيامة وإنت مليت الواطد الشت كلها ذنوب ومعاصي ربنا قال لك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة شوف الزول البيجي لله بعدين يوم القيامة وعنده ذنوب ومعاصي لكن جب التوحيد ربنا سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وإن شاء عذبه وهذا من عدله سبحانه وتعالى الزول الموحد ده يا أخواننا موعود بعدين يوم القيامة بدخول الجنة ويؤيد هذا الكلام أيضا يا إخوان قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ربنا قال الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك ربنا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شوف يا أخواننا عشان كده نحن واجب علينا والله الذي لا إله غيره واجب علينا إن نفرد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة الدعاء دنا نادي الله وما نادي الشيوخ من دون الله سبحانه وتعالى نتوكل عليه الله ما نتوكل على التمائم وعلى الحجبات الزول يطوف بمكة هناك ما يطوف بالقباب والأضرحة حافظ على التوحيد بتدخل الجنة لكن يا أخواننا الزول البنادي غير الله البنادي له زول زيه زول بيأكل وإنت بتأكل وهو بيشرب وإنت بتشرب وهو بيمشي الحمام إنت بتمشي الحمام يا أخي الشيخ البنادي والناس من دون الله سبحانه وتعالى الشيخ ده لما نمرض بيرقدوه في السرير بتاع المستشفى ده شفتها ويجي الدكتور يديه حقنة هنا شفتها ويركبوا له دريب هنا بيجاي ويقول زولكم ده خش في غيبوبة وما معروف ذاته يطلع منها ولا ما يطلع ما معروف هس ده أخوانا ده عقلا ساكت خلي دين عقلا ده بيستقيم إنه ينادوه مع الله سبحانه وتعالى والله ما يستحق إنه ينادوه مع الله سبحانه وتعالى يلا الزول البنادي الزول الزي ده الزول الزي ده ده ربنا قال أنا بحبط العمل بتاعه شت ربنا قال في القرآن الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الشرك يا أخواننا بيخلد الزول في النار ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ربنا قال ومأواه النار وما للظالمين من أنصار شوف خطورة الشرك خلت نوح عليه الصلاة والسلام يشتغل 950 سنة بس توحيد لا في صلاة ولا في زكاة ولا في حج ولا في صيام ولا في بر والدين ولا في قراءة قرآن كريم ولا في أي حاجة بس توحيد بس فنوح عليه الصلاة والسلام أول حاجة أمر قوم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة ونهاهم من الشرك
والمعاصي، وأمرهم بالاستغفار من الشرك والمعاصي، لأنه يا أخواننا الاستغفار بيمحى الذنوب، ودي الثمرة الأولى من ثمرات الاستغفار. الثمرة الثانية من ثمرات الاستغفار إنه يا أخواننا الاستغفار ده بيزيد الرزق، ودي يا أخواننا مهمة جدا، لأنه الليلة أكثر الناس بيعانوا من الجيب، مش كده؟ الناس دارين قروش، انت لو مشيت البنك هناك بيقول لك ما في قروش، البنك ذاته محل القروش، انت لو مشيت دار قروش بيقول لك ذاته ما في قروش، انت مش دار قروش؟ اي، ومش دار ربنا يفتح عليك؟ اي، ومش دار امورك تسهل؟ اي، استغفر ربنا سبحانه وتعالى. الدليل شنو؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، يعني داوم وأكثر منه، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، أها، ورزقه من حيث لا يحتسب. بس كان دير ربنا يزيد لك القروش اللي في جيبك دي، وكان دير ربنا يبارك لك في رزقك، استغفر ربنا سبحانه وتعالى، الرزق ده بيزيد لك. ودي يا أخواننا الثمرة الثانية من ثمرات الاستغفار. الثمرة الثالثة من ثمرات الاستغفار إنه يا أخواننا الاستغفار ده من أعظم الأسباب التي تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. المطر ده رحمة، لو الناس دايرين ينزل أو في زمنه لو تأخر الناس يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروا، المطر ده بينزل. الدليل شنو؟ ربنا قال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. بس الثمرة الثالثة من ثمرات الاستغفار إنه يا أخواننا الاستغفار ده بيجيب المطر. الثمرة الرابعة من ثمرات الاستغفار إنه يا أخواننا الاستغفار ده بيجلب الذرية. إنت لو داير ولد أو داير بنت، أتزوج وأسأل ربنا سبحانه وتعالى الولد، الله بيديك. الدليل شنو؟ الدليل الآية اللي بنشرح فيها ذات: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ودي أخواننا الآية دي فيها رد أو فيها مخاطبة للناس اللي بيزعموا إنه غير ربنا سبحانه وتعالى بيخلق. ما في أي أحد كائنا من كان بيخلق مع الله سبحانه وتعالى. ونحن هنا في السودان يعني أكثر الناس بيقول لك تمشي للشيخ الفلاني ذاك، يقول لك البيت بوقية والولد بوقيتين، شفتها؟ عديل لو مرتك يعني ما سنتين أو ثلاثة ما جابت له ولد، في ناس بيقول لك العقيدة دي، أمشي للشيخ يقول لك. وفي بعض القصائد بينشد ويقول لك: كباش كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباش، يقول لك من غير مس وتفل كم أدى طفل كباش، يقول لك يربط ويحل في كل محل كباش. هو مفتاح انجليزي الكباش ده، يربط ويحل على كيفه. يا اخواننا ما في اي احد كائنا من كان بيخلق مع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن الكريم في المصحف ده، ربنا قال: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ده ربنا سبحانه وتعالى، ما في أي أحد بيخلق مع الله سبحانه وتعالى. يا أخي زول اللي بيزعم فيه إنه بيعمل الشغلانة دي، ربنا قال في القرآن الكريم، ربنا جاب لك التكوين بتاعه هو ذاته، ربنا قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. شوف الإنسان ده عليك الله ضعيف كيف. ربنا قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيا أخواننا ما في أي أحد بيخلق مع الله سبحانه وتعالى. ودي يا أخواننا الثمرة الرابعة من ثمرات الاستغفار، إنه يا أخواننا الاستغفار ده بيجلب الذرية. خامسا وأنا أختم من ثمرات الاستغفار، إنه يا أخواننا الاستغفار ده من أعظم الأسباب التي تمنع وقوع البلاء والعذاب اللي بينزل على الناس. شفت الناس لما يستغفروا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ده بيرفع عنهم العذاب الذي يكاد أن ينزل عليهم. الدليل شنو؟ ربنا قال في القرآن الكريم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد بين المسلمين كان أمان لهم من العذاب صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الله جعل في هذه الأمة أمانين من العذاب، قال لا يزالون معصومين مجارين ما داما. قال فأما أمان قبضه الله إليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وأمان بقي فيكم، يعني الاستغفار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.